يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وأنا أقف مع جزئية واحدة من الآية، لأنه الوقفات مع هذه الآية كثيرة، لكن أقف مع جزئية واحدة وهي قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قال المفسرون المؤمنين في هذه الآية هم الصحابة، يعني أي إنسان يتخذ له سبيل، والسبيل يعني الطريق، أي زول يتخذ له طريقة غير طريقة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، نمرة واحد ربنا قال نوله ما تولى، ده حيضل في الدنيا وفي الآخرة. نمرة اثنين ربنا سبحانه وتعالى قال ونصله جهنم وساءت مصيره، الله يضلله لأنه هو بدأ الضلال. بدأ الضلال كيف؟ ده طريق الصحابة خلاه ومشى بطريق ثاني. يبقى يا جماعة أي زول يمشي له بطريق أو يتخذ له طريقة غير طريقة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ده ضل، وربنا بيضل زيادة. ومعنى الكلام إنه ما في طريق بدخلك الجنة إلا طريق الصحابة. طيب طريقة الصحابة كان شنو؟ زول عارفة العلم بتاعهم كان لونه شنو؟ العلم أصفر أبيض أخضر أسود أحمر، في زول يعرف الطريقة اللون كان شنو؟ طريقتهم هي طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، ده الصحابة. طريقتهم هي طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، عشان كده ربنا قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا، وده الرسول صلى الله عليه وسلم، وده طريقه وده سبيله، قال أنا ومن اتبعني. اليوم الصحابة أول ناس تابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. وهناك ربنا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. وطريقة الصحابة ما كان عندهم حزب سياسي ولا كان عندهم طريقة تابعة للسيد الفلاني أو الشيخ العلاني، إنما طريقتهم كانت طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. وطريق الرسول واحد يا جماعة، ما اثنين، ألا في كم طريقة؟ كثير، في كم حزب؟ كتار، في كم جماعة؟ كتار، جماعات كثيرة ما بتقدر تعدها ذاتها، دي كلها باطلة، جد باطلة، إلا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. وما في زول يغشك ويقول لك يا اخ ما كلها تابعة للرسول، كذب. لو كان كلها تابعة للرسول كان بقت واحدة، ما كان بقت 800. وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا من المشركين، صفات المشركين شنو؟ من الذين فرقوا دينهم، دي صفات المشركين. طيب صفات المؤمنين أتبع الأنبياء والرسل أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أما صفات المشركين من الذين فرقوا دينهم، طريقة فلان طريقة فلانية طريقة العلانية، جماعة فلان جماعة علان، والحمد لله بينسبوها لفلان وعلان، ما قاعد ينسبوها لله ولا للرسول، والجواب يكفيك من عنوانه. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الله قال كل حزب بما لديهم فرحون. فما في زول يغشك يقول لك راح من الطريقة من ذكر بجايو، وذاك يجرك يقول لك حق الدين الكعبة حقتنا كويسة، كل كعب كل سجم حقة الرسول عليه الصلاة والسلام بس التمام. وإذا أنت بتحب الرسول فعلا فك الطرق دي كلها وجماعات دي كلها أجدعها في الزبالة، تابع طريقة النبي عليه الصلاة والسلام لما رسم بيده في الوطن
قال ورسم، قال هذا صراط الله واحد، واحد بس اللي بوصلك لي الله، صراط الله مستقيما، ورسم عن يمينه وشماله وحدات كتار. يبقى الناس الكتار في الغالب ما ماشيين صح، لأنه دي كتار ودي واحد الماشي الجنة، الباقي كتار. قال على رأس كل منها شيطان وهي السبل. وقرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويتبع غير سبيل المؤمنين، الله بيضللك. الآن الضلال الحاصل ده شنو؟ لأنه الناس كلهم بيقولوا إحنا كتاب وسنة، لكن بغير سبيل المؤمنين، بغير سبيل الصحابة، يعني فيهم الكتاب والسنة براهم. الطريقة الفلانية صح، قول لنا كتاب وسنة حفظ القرآن شت ليشوف على الخلوة أي، لكن القرآن فهمته بيفهمونه بيفهم شيخ الخلوة وشيخ الطريقة، ما فهم الصحابة. وربنا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل الصحابة. اتبعت غير سبيل الصحابة نوله ما تولى، تضل. ونصله جهنم، يا جماعة زول يصلي في الجامع يمشي جهنم؟ هاي زول يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن خالف الشهادتين يمشي جهنم؟ هاي الدليل، قال النبي عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي. وأمتي هنا العلماء قالوا هي أمة الإجابة بالمناسبة، يعني المسلمين، إلى 73 فرقة حيفترقوا كلها في النار إلا واحدة. قيل من؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ده سبيل المؤمنين ذاته، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بعدين يا جماعة كده أنا أختم بكلمة واحدة بس، هسه زول لو ما تابع جماعة، لا أنصار سنة ولا أنصار معليش ولا أنصار مهدي ولا صوفي ولا تجاني ولا نقشبدي ولا سماني ولا أخ مسلم ولا غيره، مسك في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بفهم الصحابة اللي هم التلاميذ بتاعين الرسول صلى الله عليه وسلم، بينجو ولا ما ينجو؟ أسألكم بالله، بينجو ولا ما ينجو؟ مش بينجو ونص، بينجو وغير الطريق ده ما بتنجو. ودي مهمة جدا، لأنه ربنا قال نوله ما تولى ونصله جنو جهنم وساءت مصير. شكرا لكم، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، جزاكم الله خير، كترنا عليكم ما درنا، شكرا لكم.